أستاذ محمد شريف كان بيقدر يعمل من أي كلام عادي نطقه صعب جدا أغنية، وثلاث سلامات كلها حروف صعبة جدا، وكمان كان بيشتغل مع ناس بيقدروا يوصلوا فكرته ديت بكل سهولة. محدش ما بيحبش ثلاث سلامات، طب ليه؟ هنلاقيه إن هو أصلا بس مجرد إن اسمها ثلاث سلامات هنلاقي الثلاثة دي موجودة في كل حتة. هنلاقي ان هو بيستخدم ايقاع الفالس 1 2 3 1 2 3، بس في نفس الوقت هو مش عاوز يعمل فالس، هو بيعمل شخصيه اسكندرانيه كده زي ما بنقول كده نغشه، فيروح عامل شويه زخرفات وشويه معاملات ايقاعيه احنا عارفينها، فيخلي الفالس مش فالس، ينبض بشخصيه اخرى.